يلا يا هلا سبحانه. اهلا فيكم، اطيب منقوشة رح طعميكم. انا اسمي هنا الخوري، قاعدين بوطع عند ايت، وانا بحب كثير المطبخ. انا كنت ناظره باليسوعيه، وبس خلصت جيت وفتحت كيوسك بقلب الجنينه. والكيوسك بعمل فيه اساسا العجينه، فيها خليط هو الطحين والقمح الكامل والدرم، عجينه كثير طيبه. بعمل زعتر، قريش، كشك وجبنه، والقعده كثير حلوه ما بينقطع الهواء. وبتمنى مين ما حب يجي على منطقه عكار يجي ويدوق المنقوشه، وميت اهلا وسهلا. انا بفتح من الساعه 8 الصبح وعشي كل النهار، وعشي ما في وقت سكر فيه، كل شو في عالم انا فاتحه منه قبل التسعة، تسعة ونص، عشرة احيانا بضل فاتح الكيوسك. الزعتر انا بحوشه، انا بنشفه بقلب البيت، بخلطه الزعتر الاصلي مع الزوبع، وتحويشته بتطلع كتير طيبة. السماء انا بروح بشوف وين في سماء حب وبنطر على المطحنة تاخذ منه. يعني الشيء اللي بناكله طبيعي بقلب البيت، اي زبون بيجي لعندي بياكله هو زيته. بدي ذوقك القريش، وعملته خصوصي بلا بصل. عندهم انا القريش بكثر له بصل اخضر. في كثير ناس بتسال عن سر العجينه. سر العجينه لك، انا اشتغلت عليها شهرين، كل يوم اعجن مرتين حتى وصلت على هيدي الخلطه اللي انا صرت راضيه عني. والحمد لله لحد هلا مين ما اجى اكل مني بيقول لي عجينتك سبيسيال. هذا القريش زبدته فيه، يعني انا بجيب الحليب وبروبه وبعمل من اللبن دغري القريش، مشان هيك ما بتطلع ناشفه، بتطلع كثير طيبه. واللي بيحب مع الحر مشوارنا بكفي. ونحن وين؟ نحن بعندت، بعندت مش على الطريق العام، بدكم تفوتوا بزروب كتير صغير، بس محل ما تعطى لهم بيوصلكم، وزدناه على جوجل مابس. عند ست هناء اساسا خلينا ننسى كل شيء، ضحكتها بتأدي، ضحكتها رائعة، ضحكتها بتحط الضحكة بالقلب. وبعدين عندها لقمة غير شكل، بتشتغل هون واللي بتطعميكم اياه بتاكله هي وعائلتها بالبيت، وهيدي لذتها، بيحرز مشوار حتى لو من بيروت. رح جرب قد ما فيها حركش فيها تخبرني اخبار اكثر، تتشوفوا قديش حكيها حلو وقديش ضحكتها حلو. هيدا زعترني. ليك انا من انا وبنت من قبل ما اتجوز كنت اخبز على التنور، وبعدين وقت اللي ما يكون في حطب كتير عسا يكون نخبز على الصاج انا وعند اهلي يعني. وبعدين لاني بحب كتير المطبخ، ومن وقت ما فكرت اني انا رح خلص من المدرسة بدي افتح شي بخص الصاج، دورت على محلات استأجير بس لقيت اخر شي ما في محل هيك تكون اذا الواحد قعد اخذ منقوشة يقعد ياكلها ينبسط فيها. فكرت اعمل هون بطرف الجنينه واعمل القعده دغري فيه. نحط العجينه بالاول بعدين بنحط كل Thank you.
القريش ندهنها زبدة، لأنه بلا زبدة تطلع بلا نكهة. زبدة وقريش واو. القريش هي المفروض تكون القريشة بالزبدة تبعيتها من اللبن، بينما الشانكليش منخضه بالخضاضة، منشيل الزبدة منه والمي اللي بتضل العيران منقليه، منغليه ومنشيل القريش بدون زبدة. هيدي منبهرها، منحط لها ملح وحار ومندعبله، مننشفها جوا ومنلتها بالزعتر وكل. يعني حيك أنا تلميذي بيجوا في قسم منهم بيجي بياكل عندي، ودايما بيذكرني أنا لأني كنت علمن بريكولاج وعلمن الخياطة تطريز، وتلميذي صاروا في منهم كبروا جوزوا أكيد، وصار عندنا عيال، وبعدهم الشغلات اللي اشتغلوها بالبريكولاج محتفظين فيها. وهيدي شغلة أنا بفتخر فيها كتير، انه بس يمرق علي تلاميذي انا ما بعرفون، هني بيعرفون وبيركضوا علي مدام هنا مدام هنا، وبنعبط بعضنا كأنه ولادي. انا كنت حب التلاميذ بالمدرسة مثل ولادي يعني، وهيدي الشغلة كتير نجحت فيها واشتغلت فيها 23 سنة وطلعنا على العمر. هيدا الزعتر هلا دو وشوف شو طيب. تفضل. عشان تكريقة منيح. ايه. هتطلع طيب. وبتكسر كسر مثل البسكويت. مع انه. ما بتسمع اكيد يعني. ما بتحطيها سكر. لا. أبدا. لا لا بحطوا خميرة؟ ايه بحط لها خميرة، بس انا بحط ريحة خميرة للعجنة، بس دايما بعجن زعتراتك. شو هالزعترات صحة وقفتها؟ شكلها قرشتها يعني صوتها بيحكي عنها، ما بدها غير كاسة لبنة مثل البسكوي. حلوة بس ما فيها سكر. سخنة كتير. انت ما طلع لك الدوق، يلا دوق. يلا ندوق. واو. عن جد واو. خبرتنا عن عجينتها بس ما صدقت. نحديت ما دقت. والكشكيل. هي تندوق القريش. قريش معمولة مسكرة غنية. كيف العقل؟ تاخد العقل. عن جد. الله يخليك ويخلي لك هالايدين. صحة. مسكر بعمل الكشك مسكر. ايه؟ والجبنة. لأنه هيك أساسا وقت بتكون مفتوحة كثير منها بيوقع على الصاج. هيك كل المونة اللي بحطها بقلبي بتضل بقلبي. حلو. بعدين دغري بتنعرف، لأنه القريش على طول مدهونة سمنة. زبدة. بينما الجبنة لا منها مدهونة. بتخيل بالآخر شي وحدة زبدة مع سكر. يلا. يلا يلا هلا وحده زبده مع سكر يلا. مش معقول مثل ما بتتخيلوا عم تاكلوا ترويقه بيت بلا فلسفه بمكونات بيت. هلا عم نعمل فطيره زبده وسكر. هيدي من ايام سته بنعملها، بنحط زبده ومنعبيها، منعبي نصي، منرش عليها سكر، منسكرها ومنخبزها. أحلى تحلية. هلأ فوق السمنة منرش سكر
يلا. هيدي سمنة وسكر تركناها تبرد لتفة صغيرة عشان ما يوقع كل السمنة. هي زبدة والسكر بيقلب مثل الكراميل. ايه بتدبي وبتلمع. ختامها مسك. هيك بيخلص النهار. لقمة الدواء. لقمة الطريق. يلا يلا ما تطولوا علينا، الدنيا صيفية، طقس كتير حلو، أطيب لقمة بتاكلوها، ومية أهلا وسهلا فيكم. مين ما إجا مية أهلا وسهلا، يلا نحن ناطرينكم.